السلام عليكم ورحمة الله. خبز الذرة جلوتين فري صحي، طعم ملوش حل، حاطين لمسة من الكمون. الكمون يا شباب بيخلي الخبز تحفة زي ما انتم شايفين. للكيتو دايت مش هينفع، بس لأي حد عنده مرض حساسية الجلوتين أو اللو كارب بيمشي على الريسيبي ده في منتهى الجمال، مليان أوميجا 3 وطعم ملوش حل. يلا نقول بسم الله. ربع كيلو ذرة صفرة بقالها 48 ساعة في المية، أهم حاجة 48 ساعة عشان تطرى الذرة، ناشفة جدا خلاص. طيب لو انت عندك دقيق الذرة اشتغل بيه نفس الريسبي على طول، برضو ربع كيلو. لكن لو ما عندكش دقيق الذرة زي ما انتم شايفين، ادي معلقه كمون. الكمون يا شباب انا عملته غلطه في العيش لكن طلع تحفه. الملح انا بحط حوالي جرام ونص، انت تقدر تزود او تنقص براحتك. يبقى حطينا ربع كيلو ذره صفراء بقالها 48 ساعه في الميه، حطينا معلقه كمون، حطينا معلقه من الملح، والملح حسب الرغبه. بعد كده هسيح زبده صفراء ربع كوباية. بص انا عندي نص كوباية، انا حطيت ربعها مية. شايفين الخلاط بدأ ينعم؟ بقطع حوالي 30 جرام زبدة بسيحهم، او 30 جرام زيت. او بص الغلطة دي، اوعى تقلب والخلاط شغال، اوعى. اربع بيضات، واحط معلقة بيكنج باودر، معلقة شيا سيد. الشيا سيد ده زي فيتامين اوميجا 3 وبيربط العجين، وفي نفس الوقت طعمه جميل جدا ومغذي. قلبت كله مع بعضه وصبهم زي ما انتم شايفين في قالب انجلش كيك، واكون مسخن الفرن على 170 درجه مئويه، بياخد 50 دقيقه. يبقى ربع كيلو ذره انقعه 48 ساعه في ميه لما يطرى، معلقه ملح، معلقة بيكنج باودر، أربع بيضات، 30 جرام زبدة أو زيت، معلقتين شيا سيد أو بذور الشيا اختياري، لكن الكمون بيخلي طعمه ملوش حل. بياخد 50 دقيقة أو ساعة حسب نوع الفرن بتاعتك، ويطلع معايا أجمل خبز جلوتين فري لو كارب. الناس اللي مرضى السكري حاجة في منتهى الجمال والدلال. أتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لأمي وأبي بالرحمة من قلبك، وادعي لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم، ربنا يسدد رميهم، ربنا يقويهم.